سبحان الذي أسرى، سبحان. في التسبيح دائما بقولوا فيه تنزيه الخالق، تنزيه الخالق عن صفات النقص، تنزيه الخالق. إذا التسبيح فيه تنزيه، ولكن إذا بدنا ندقق، إذا بتلاحظوا هو بالضبط التسبيح مش تنزيه الخالق بهذا المعنى بالضبط، لا. هو أنت لما تثبت للخالق، تثبت للخالق صفات الكمال، أنت عم بتكون تنزه إيش عن إيش؟ عن صفات النقص. إذن عندما أقول إن الله سبحانه وتعالى مطلق القوة، مطلق القدرة، مطلق القدرة، معناته عم بنزه عن إيش؟ عن النقص. والأولى هذا الكلام في تفسير التسبيح، إثبات صفات إيش؟ صفات الكمال، مش تنزيه عن النقص. هو إثبات صفات الكمال تنزيه عن النقص. ولكن لما بدي أمتدح أنا، أنو الأولى، إني أنزه عن النقص ولا أثبت له الكمال؟ أثبت له الكمال. فهو على فكرة إثبات الكمال بيقتضي حتما التنزيه إيش؟ عن النقص. فلما أقول الله سبحانه وتعالى مطلق العلم، معناته نزهته عن إيش؟ عن النقص. فإذا أثبت له صفة الكمال فنزهته عن النقص في العلم. مطلق الحكمة، معناته نزهته إلى آخره. فهذول إذا ما هو التسبيح؟ إنه نفسره دائما بأنه تنزيه الخالق عن صفات النقص، لا، هو إثبات صفات الكمال المقتضية إيش؟ إنه إحنا ننفي عنه صفات النقص. والتسبيح مش يكون فقط لفظ، أي سلوك يعبر عن أنك تعظم الخالق وتثبت له صفات الكمال بيكون إيش؟ تسبيح، بيكون تسبيح للخالق. يعني ممكن يعني حركة الكون على فكرة أيضا، حركة الكون البديعة هي تشهد للخالق بكمال القدرة ومطلق القدرة، حركة، فهو تسبيح أيضا، تسبيح. إذن صناعة الكون وإبداع الخالق هو عمليا يسبح. إيش يعني عمليا؟ يشهد. هو على فكرة أي صناعة بتشهد للصانع، أي صناعة بتشهد للصانع. في اليوم إحنا مثلا لو أخذنا صناعة الإنسان وما يتكلم فيه العلماء عن عظمة هذا الخلق، إيش يعني لحد الآن تكتب فيه ملايين الصفحات في قضية تكوين الإنسان، فهذا نوع من إيش؟ هذا تسبيح خالق، هذا إنك بتشهد له بصفات الكمال. وأظن استفدنا شوية في موضوع التسبيح في تفسير قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الذي أسرى، وحتى لا نطيل عند قضية أسرى، قلنا إنه الإسراء مش السير بالليل كما هو دائما يقال، لا، هو الإسراء هو السير في خفاء، السير في خفاء. فلما يضاف إليه إنه بالليل، معناته هذا مش تأكيد كما يقولون إنه أسرى سار ليلا. طب إذا كان أسرى سار ليلا، ليش عم بقول سبحانه وتعالى بالليل؟ قال تأكيد، هذا بأكد، لا، هو حقيقة، وهذه سبق تحدثنا فيها باستفاضة، إنه الإسراء فيه مش سير بالليل، سير في خفاء. وإذا تذكروا لما قلنا مثلا أمراض سارية، ليش هي سارية؟ لأنها بتنتشر في خفاء، ها؟ تنتشر في خفاء، مش بالليل الأمراض السارية، في خفاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في الليل. إذن هون مش فقط سار فيه في خفاء، لاحظوا خفة وخفاء، من غير أن يشعر أحد من الكائنات الموجودة على الأرض، أسري فيه بلطافة في خفاء وبالليل، بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، على فكرة الإسراء هي الرحلة الأرضية، الأرضية من إلى، من إلى اللي كانت في جزء من الليل،
في جزء من الليل. بس واضح اللي تبع طبعا تبعها المعراج، تبعها المعراج واضح عندما يقول سبحان الذي أسرى، لأن هذا تعظيم وتنزيه وإثبات كمال وتنزيه نقص عن النقص بشكل، سبحان الذي فعل هذا الفعل. شو يعني معناته؟ إيش هذا الفعل معناته؟ هذا عظيم، هذا عظيم إلى درجة الذي فعله مين؟ من له صفات الكمال، صفات الكمال. ولذلك شيء غريب يعني أنه أحيانا كنت تجده البعض أحيانا قال يعني بناقش هل أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجسد ولا بالروح والجسد ولا بالروح فقط، هو نايم هو صاحي إيش هذا؟ ما هي أصلا بترد عليهم بس سبحان الله حالة سبحان هذه اللي هي فيها إثبات الكمال ومطلق القدرة ومطلق الحكمة أن أسرى بعبده في هذا الوقت اللي أسرى فيه، في الوقت اللي الشرك يحاصر الإيمان ويحاول أن يجتثه. ها وين يعني إيش بدهم يعملوا هدول اللي بيحاولوا يجتثوا الدين؟